أهل السنة والجماعة السلفيون. أنا أصر بأنني أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومن لم يتبنى هذا المذهب فلا فرق بينه وبين الرافضة. بارك الله فيكم. يقول عندنا في المغرب حافلات نقل فيها اختلاف بين الرجال والنساء، بحيث يجلس الرجل بقرب المرأة في المقعد ويتزاحم الكل عند النزول منها، فهل ركوب هذه الحافلات جائز أم لا؟ إن وجد المسلم وبالأخص طالب العلم إن وجد وسيلة غير هذه الوسيلة فهو خير له، لأن الإنسان ضعيف عند النظر إلى النساء، وإن لم يجد هذه الوسيلة واضطر إلى الركوب فلا حرج أن يركب ولو في المركب نساء، ولكن عليه بغض البصر وعليه ألا يجلس بجوار المرأة مباشرة، وعليه أيضا أن يبذل النصيحة بقدر الحاجة.